يا راتب. ميسا، عندنا ليك روبريك خاص بك بالذمة صنعناه. الروبريك هذية باش نقول لك فلان كان جا ماكلة شنو يكون؟ نعطيك اسم وانت قل لي انا هي الماكلة اللي تعبر علي. باش نبدأ لك بالهادي زعيم. هادي زعيم فريز. فريز خاطر بنين برشا. اي به هادي زعيم فريز. ابن غلا انا الفريز عندك عندي. الفريز به دونك هاكا نفهموا علاقة ميسا بالهادي زعيم ومحبتها لي. بيا الزردي. اوه سجل بيا الزردي تختاري غلا يا كيوي. كيوي الوسط الآن. عليه 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 اخترت كيوي خاطره حامض ويدقه. حامض ويدق وبنين. حامض ويدق وبنين معناها بيا الزردي بقوت شخصيتها الى اخره رغم ذلك انا تعجبني. معناها اللي برشا عباد كاغاباس هكا للبراني مي راهي اللي نجموا العباد ينقدوها فيه انا ذاك نشوفه ايجابيات. وعلاش انا في الجل مل قبل هيا مل قالت الجل حتى الفجل كيسة. ها؟ حتى الفجل كيسة. جل؟ لا لا قول قول الصراحة. فجل مش بنين. هي قالت فجل. مش بنين وريحته خايبة. وريحته سافا. هذيك هو. كل حد مسؤول، أنت قلت فجل، كل حد مسؤول على تفسيره. باهي كل حد مسؤول على مخه، سامحني ميسا. دونك تنجم هي تعبر الفجل يكون يعني لها. دونك الإعلامية عفاف الغربي. عظمة. نجم. عظمة. عظمة. كيفاش نفهمها؟ اه فهمني باش انا قلت لي سمي لي حاجه من الماكله سميت لك سميت لك قلت لي سمي لي ماكله سميت لك ايه علاش عظمه علاش؟ نحب نعرف لا كهو تعاد انا اخر باساج قلت ما عادش انا خاطر هذه لعبه جاوبتك والله ايش باش نقول لك معناها نبهت على المنشطين الكل باش ما عادوش ملف عفاف الغربي سكرني يعني عشان. مشني منشط انت طباخ انا انت خاطري بعد جاوبتك انا دونك انا العظمه يمكن خاطر اقرب اليمون للانسان عظمه مروبه ولا يابسه ولا حامضه ولا شنو تتسمى قولك العظمة. ولا شنو انت العظمه اش تعني لك في مخك بصراحه خلينا نفهموا عظمه حارمه تتسمى اوه 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 اوه, أوه, أوه. ريت يا ريت انا محط حطيتنا فيه ما اعطينا ليمون ليه قلت مروبه ولا يابسه ولا حارمه عليه حارمه ما يسميوها العظمه كي تقدم كيكا حارمه دونك عليه انت مشيت لل صحيح ولا مش صحيح مش ثم عظمه بنينه عظمه نافعه عظمه رقيقه حساسه كل واحد ورايه في العظم كل واحد كيفاش يرى العظم ميسا بديس حطتنا في إشكال كبير الليلة تحية للإعلامية عفاف الغربي دونك الشخصية الموالية لعبد الرزاق الشابي ينجم يكون طبق مش بالضرورة مكون فقط لا 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 جيت نقول حاجة ما تخممش ياسر طبق يعني يمثل عبد الرزاق الشاب طبق كسكسي بالخضرة حاجة فيها فيها الألوان والجو والشيخات والبنة وحاجة مزيانة حاجة تبدأ ديك فيها تتمهمش منين تبدأ ما تعرفش منين تاكل اي هاو الوضوح في الإجابات هذه إجابة واضحة معناها أنا كسكسي بالخضرة نبدأ بالدجاج بالخضرة بالبطاطا بال فهمت؟ معناها ما عندوش لا راس لساس ما عندوش لا راس لساس يزي ماكش منشط لا والله جاب ربي خطيني انا مالك نجيب منشط لا لا خطيني انا كوجيني ونطبخ وكهو ما نجمش نطبخ في كواليس اخرى قل لي الصراحه عبد الرزاق شابي كسخي بالخضره قاتل خاطر قالت ما نعرفش منين نبداوه يا امل خاطر في منافع فيه منافع وفيه منافع جاتك على المضغة هذه بالذات تحية لعبد الرزاق الشابي تحية لي في نفس العائلة
علاء كان جاء ماكلة شنو ينجم يكون حسب رأيك؟ على الشاي بي على الشاي بي جمهور يعاون فيك عاونوني واحد. علاش؟ اه مرمز يعني رمز على الشيبي لجمهور بريمة حتى الجمهور طباخ الجمهور قال اش قال؟ مرمز قل له اش قال الجمهور علاء بالله يخزر له قل له قالوا مرمز قلت لهم قل له راه الجمهور قال لك يا علاء انا ما زلت ما جاوبتش قعدت نخمم ما لقيت لك قالوا لي مرمز قلت لهم اش معناها رمز قالوا لي اي دونك الجمهور مسؤول على الإجابة هذه بيان سور تتجرد أنت منها الإجابة نتجرد منها ما تحبش تعطيه بلا البلا متاعك بالحق بالحق بالنسبة لعلاء شنو هو نجم يكون منك أنت الجمهور قال مرمز مسؤول على اللي قاله الجمهور البلا اللي بشي حضروا دالي شو اسمه؟ أف بارفي أف بارفي أف بارفي لا مش خاطر خاطر بارفي لا خاطر هو معناه هو ابيض برشا في لون البلا اللي هو يا بابا ملك وجينا اللهم صل على سيدنا محمد ومعها هي عندنا الاعلامي المنشط امين جارة امين جارة تحية لي امين جارة ماجي خلينا زاد السؤال امين جارة صانة عنا أكلة ما عادش تعرفوها ولا خبيزة إيه بيان سور لا موف الخبيزة خبيزة الخبيزة خلنا نتفكر التقديم شافي شهيك تقديم الخبيزة صراحة لا عليه قلت عليه علاش قلت كيكا مفسر عشان مفسر خبيزة طيبوها لا في الكيف طلع ليش أما تعرف تعطاها ليش طلع ليش من طيبوه تعرفوا البلا الخبيزه اي نعرف شهيك شهيك تاكلوا ولا لا جمله عمري لا كليته وما ناكلوش بيخليني نسمي بلا يعرفوه الناس لحظه خلينا خلينا نشوفوا امل باش تفهموا القصد قولك في امين جاره قالت لك نعبر عليه بطبق الخبيزه يعني وعينا علينا كيف سالتوني سؤال كيف تسال سؤال ذكرت قبيله العجه بالبصل ولا بلاش بصل اي فذكرت البصل ايه فانا قلت علاش ما يجيش راس بصل زعما راس بصل لا هذه مغرقه هذه ظاهر لي باش باش نحوا لي فاتح حويليك اقول لي فرح روح هو راه تحيه للاعلامي معناها منافع معناها قصدك ما يغيبش على نحكيو على الماكل معناها ما يغيبش على طعام ما يغيبش كيما البصل يفوح الماكل موجود في كل طعام هو هذا اللي نقصده انه هو يفوح ما يسبدي نعطيك قصدي بربي ما تدخلونيش في دهاليز سينو دهاليزكم في بعضكم راني انا خطيني طباخ ما يعرفوهاش يمكن في الولايات الكل تنبدل اكله يعرفوها التوانسه الكل لبليبي لبليبي وتنفسر علاش هايل نفسها عند نفسها علاش لبليبي باهي وعلاش الخبيزه نفس المعنى خاطر يبطى في الطيابه لا على خاطر هذوما حاجات بنان فهمت معناها بداوا حاضرين ناكلوا وبعد كي نتقلقوا نبداو نحطوا في اللوم عليهم ومن لبلابي ولا بلوبي وعليه دونك ويقلق لنا عجبني الريزونمون صراحه تحيه لي امين جاره هذاك اللي صاير مع حتى بالضبط نحب نرجع للعظمه علاش هذايا اش صاير مع امين علاش جاره ولينا اللوم معناها على العباد وعلى الزملاء هذه هواية ميسة بديس إنها تدخلك في بلاصة وتخرجك في بلاصة لا لا نجاوب فيك على أمين جارة عظمة شنو هو؟ عفاف الغربي العظمة اللي في البلابي متاع أمين جارة عظمة عفاف الغربي أنا قلت لك نسيت برا هي اللي بعد هي خلينا في اللي بعد ركز معايا مليح برهان بسيس شنو هو نجم كطبق قولوا اش قال الجمهور قالوا كفته اي يتقرمش هو بنين اي حق ما ذقتوش اما سنة ابراهيم بسايس ابراهيم بسايس نتاع كل بلاس حاجه سوتي ولا ماشي حاجه سوتي لي ليغوم سوتي عليه خطرو حاجه ديك نتاع كل مثقفين نخبويه فوالا هذه هي نخبويه كيما برامج ونخبويه يتفرجوا فيها النخبة به اش قولك
جابتها برهان بسيس جابتها بالصحيحة ها؟ قد قد ماكلة سوري هكا بالليغون حاجة هكا خفيفة أنت مسؤولة برهان بسيس قالت ليغوم سوتي هالة الذوادي هالة الذوادي طبق شنو تنجم تكون؟ كسكسي بالعصبان بعان بعان إي ويجا فوندو معناها كيفاش نفهمها؟ ويجا فوندو ولا حجر زينة في الهضم؟ أنا أراني نعطي في الاحتمالات مع الله نوجه في الجمهور ولا الرأي العام أنا أعطيتك زوز احتمالات ليه حاجة شعبية كيفها؟ حاجة شعبية كيفنا إحنا؟ كيف العصبان؟ العصبان طبق رزين قول الصراحة صراحة ما يسبديس أنا كي قلته ما جاش لبالي رزين هو طبق رزين صحيح أمانة كي قلته ريزون مونتعي مش هذاك إنه هو شعبي وهي الضوادي شعبية شو باش نقولكم أنا بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب في اللي قالته ما يسبديس كل انتم متعاركين في بعضكم ربي يخلص حالكم في بعضكم انا خاطيني ابون ليش متعارك اصحاب في بعضكم سامحني اصحاب ربي ترجع نصفيوا العلاقه بربي كل شيء كل شيء انت ناوي تعرضنا علاش العظمه علاش العظمه نصفيوا العلاقه وعلاش العظمه تحيه المشه بديس دونك بكل صراحة أمانة صافية نعرف صافية عادي نعرف أنا نعرف عندي حتى مشكلة نعرف ولا ما نعرفوش تصفيق على